شو يا مرا؟ وعيت هالبنت؟ ما بعرف، ما انت بتعرف انه ممنوع حدا يفوت على اوضتها هي وجوا. ليك يا مرا، بهيدا البيت انا صاحب القرار وانا يلي بحط القوانين. يا رجال شكر ربك هالبنت عقلي، عقلي وقعدة بأوضتها. نشكر الله لا بتظهر ولا بتروح ولا بتجي، قليل ما تظهر. نشكر الله هيدي نعمة على فكرة. طبعا غير بنات بيروحوا بيدوروا وبيسهروا وبيظهروا وبيسربوا وجه الضو. بتعرفي انا لو عندي بنات يسهروا ويرجعوا وجه الضو بدبحهم. والحمد لله تقبرني بتشتغل من هالأوضة، وزبونات رايحة وزبونات جاي. ليك ليك الأزمة بالبلد، كل الناس عم بيقولوا إنه ما في مصاري وما في شغل. أزمة كبيرة، نحن وين عايشين؟ أزمة. أنت حسيت فيها هالأزمة؟ لا نشكر الله الحمد لله فضل شغل هالبنت مرزوقة. ما حسينا مصاري مثل الكشك وهالزبونات، ما بيفضل بيت. الحمد لله الحمد لله. بس أنا في شغلة ما عم بعرفها. شو هي؟ بنتي شو بتشتغلي؟ والله عن مظبوط ما بعرف، بس بعرف انه بتبيع شيء هيك بتضل اونلاين وبيجوا زبونات لعندها. بس على المظبوط المظبوط ما بعرف. يعني مثلا مثل شو بتبيع؟ شو بعرفني؟ هلا مش مهم طالما ماشي شغله وفي مصاري ومرزوقه. مرزوقه كتر خير الله كتر. تتذكري وقت اللي لقيت هيدا التليفون اخر موديل هيدا تبع البطاريه بتشرج لوحده حقه ثروه؟ بتذكر ليش وقت اللي لقيت طقم الالماز ولك طقم الماز بحقه بتشتري شقه؟ ليش وقت اللي لقيت الجزدان هيدا الماركه ايه بحقه بتشتري سياره؟ ليش وقت لقيت الكبوت؟ لقيت كبوت كله فارو من فوق لتحت تشتري بحقه شقفة أرض. مرزوقة مرزوقة البنت مرزوقة الحمد لله. مش طالع علي أنا ما بحياتي لقيت شي. إيه بس أنا لا لقيت نشكر الله. لا إيه لقيت شنتين رجالي تحت تخدة. طالع عليك هالبنت؟ لا قستو ما إيش علي حظي عليل مني مرزوق مثلها هي مرزوقة شو عم يعمل شقلوب عند الطفل مهدي؟ انطرونا بعد البريك. We'll be right back.